esse empréstimo parcelado para mim e Vinícius Berlindelina é Joana Quintas é... تعبئة النموذج وتوقيعه من قبل الشخص المعني. شهادة الجنسية الجزائرية. شهادة الإقامة أقل من 3 أشهر. شهادة الزواج في حالة المرأة المتزوجة أو شهادة الوفاة للأرمل. شهادة العمل أو شهادة التعليم للطلاب. 4 صور هوية رقمية ملونة حديثة ومتطابقة. نسخة من بطاقة الدم. إيصال أو قسم ضريبي قدره 6000 دينار جزائري. نسخة من شهادة ميلاد رقم 12 أو أصلية.